تعتبر شجرة المورينجا أو الحلوم بالتسمية التشادية من أهم الأشجار التي عرفها التشاديون في الآونة الأخيرة، وذلك لما لها من فوائد صحية عدة. الزميلة ابتسام موسى تسلط لنا الضوء على هذه الشجرة وفوائدها في التغذية التالي الذي تقرأه عائشة أحمد دوقي. إن شجرة المورينجا من فصائل الأشجار الأكثر انتشارا في بعض المناطق، وهي تمتاز بضخامة وسرعة النمو وتقاوم الظواهر الطبيعية كالجفاف والتصحر، إلا أنها تكثر بشكل طبيعي في المناطق المدارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية وتستخدم أوراقها كعلاج لمختلف أنواع من الأمراض. هذا ما أدلت به الخبيرة الوطنية في الجذور والأوراق النباتية، والتي حددت أهم الجوانب التي يستفاد منها من الناحية الغذائية والطبية. ومن ناحية أخرى، يذكر بعض العارفين لأنواع الأشجار الغابية بأن للمورينجا فوائد أخرى غذائية، مما جعل بعض الناس ينشطون بتجارة أنواع من الحبوب والبذور والأوراق، وهذا ما يساعدهم في الدخل العام لبعض المواطنين. ويلاحظ أن لشجرة المورينجا فوائد أخرى جمة لم تكتشف بعد من الناحية العلمية والتقليدية، ولكنها لا زالت رائجة على المستوى الوطني بأنها من أفضل الأشجار التي تستخرج منها أدوية كثيرة من جذورها حتى أوراقها في توفير العلاجات لكثير من الأمراض الباطنية كالسكر والضغط وأمراض القلب والملاريا.